صباح الخير، أنا الدكتور محمود عيسى. يشرفني طبعا إن أنا أكون معاكم في الجزء ده اللي احنا هنشرح فيه الجزء مادة اللغة الإنجليزية في المجالات التجارية، وإن شاء الله دي هتعتبر نص مادة. تعرفين إن المادة دي نصين، نص محاسبة accounting ونص mathematics رياضيات. انا ان شاء الله هشرح لكم الجزء بتاع الماثيماتكس اللي هو الرياضيات، هيكون عبارة عن موضوعين بساط ان شاء الله. اول موضوع هنتكلم فيه حاجة اسمها linear equation. linear equation معناها linear يعني خطي، equation يعني معادلات، فاحنا بنتكلم على المعادلات الخطية. لو مسكنا كلمة المعادلات لوحدها فاحنا معناها ان احنا عندنا طرفين متساويين بينهم علامة equal يساوي. خطية ليه سميناها معادلات خطية؟ لأن أنا عندي في المعادلة دي بالذات اللي هي المعادلات الخطية هتلاقي فيها إن هي عبارة عن فيها متغيرين فقط اسمه إكس وواي، وهنلاقي إن أعلى باور أو أعلى أس للإكس والواي هو عبارة عن واحد، يعني عمرك ما هتلاقي إن عندك إكس تربيع أو إكس سكوير واي سكوير، مش هتلاقي الكلام ده. كل المعادلات اللي عندنا هنلاقي فيها اكس وواي، وبين طبعا الاكس والواي علامة ايكوال. هيبقى مفروض عندنا دلوقتي ان احنا عايزين نفهم يعني ايه معادلات خطية. اول الموضوع بتاعنا النهاردة هيكون عبارة عن مجموعة من النقاط الاساسية. اول هنتكلم فيها النهاردة في الشهر ده هيكون ازاي برسم المعادلة الخطية. عشان ارسم المعادلة الخطية احنا عارفين ان احنا بنقول ان احنا عندنا تو دايمنشن او تو فاريبل، يعني متغيرين او بعدين. فعشان كده لما باجي ارسمها بعمل ان انا عندي محور افقي هنسميه الاكس ومحور رأسي هنسميه الواي. طيب بتجيلي المسألة زي ما احنا شايفين كده قدامنا، بيجيب المسألة بيقول لي جراف ذا لينير ايكويشن، ارسم المعادلة الخطية. بص على المعادلة دي هتلاقي عندك x وهتلاقي عندك y. لما نقراها مع بعض هنقول x plus 2y equal 6. انا عايز ارسم المعادلة دي، بين انها معادلة خطية هو بيقول لي معادلة خطية، يبقى لما باجي اجي ارسمها هتاخد شكل خط مستقيم. لازم المعادلة اللي انا هرسمها لازم تكون شكل خط مستقيم، وبالتالي مفروض حضرتك عشان نحل المعادلة دي هنعمل الآتي. اول خطوة تعال نشوف كده، هفترض ان الواي ايكوال زيرو، يبقى بفترض ان الواي ايكوال زيرو. يعني ايه الكلام ده؟ هروح للمعادلة الاصلية اللي هي مكتوبة تحتها على طول كده اكس بلس تو واي ايكوال سكس، هاجي عند الواي واحط مكانها زيرو، وبالتالي هيكون عندي اكس بلس تو تنزل زي ما هي، هنشيل الواي ونحط مكانها الزيرو ايكوال 6. لما اقول 2 مضروبه في ايكوال في زيرو يبقى معنى كده ان دي قيمتها زيرو ملهاش قيمه، يبقى الاكس هتنزل زي ما هي وال6 هينزل زي ما هي، يبقى عندي الاكس ايكوال 6. يبقى معنى كده ان انا وصلت ان انا لما عوضت عن الواي ايكوال زيرو طلعت الاكس ايكوال 6. هنيجي للنقطة التانية، يبقى دي أول خطوة هكررها تاني، إن أنا رحت للمعادلة الأصلية وشلت الواي وحطيت مكانها زيرو. الخطوة التانية هنعمل إيه؟ هروح برضو لنفس المعادلة الأصلية وهروح جاي شايل الواي ومعوض عنها إيكوال 1. يبقى أروح للمعادلة الأصلية اللي هي برضو إكس بلس 2 واي إيكوال 6، ونروح عاملين إيه؟ شايلين الواي وحاطين 1. يبقى عندي إكس بلس 2 اروح شايل الواي حاطط مكانها 1 ايكوال 6. يبقى هنعوض عادي جدا، الاكس تنزل زي ما هي بلس ال2 اضربها في ال1 يبقى ب2 ايكوال 6، يبقى عندي اكس بلس 2 ايكوال 6. خلي بقى ادام في عندي رقم في الناحيه اليمين ورقم في الناحيه الشمال، يا ريتني خليهم كلهم في طرف واحد، فهننقل ال2 جنب ال6، يبقى ال2 لما تروح الناحية التانية تروح بإشارة نيجاتيف، يبقى ال x equal 6 minus 2 يعني ال x equal 4. يبقى وصلت لنقطة تانية ان لما ال y equal 1 ال x equal 4. معوضين على الخطوة التالتة بتاعتنا ان انا بعوض عن ال x هو ال equal 0.
يعني ايه الكلام ده؟ يبقى هروح رايح لنفس المعادله الاصليه اللي هي الاكس بلس 2 واي ايكوال 6، هشيل الاكس المره دي واحط مكانها 0، يبقى هاجي كده اشيل الاكس واحط 0 بلس 2 واي ايكوال 6، يبقى الواي هنا الاكس هتروح خالص لانها بايكوال 0، يبقى عندي الواي ايكوال 6 ديفايدد 2، يبقى معنى كده ان الواي ايكوال 3. بقى عندي دلوقتي 3 نقط للاكس و3 نقط للواي. الاكس لما لو تفتكر كده احنا لما عوضنا عن الواي ايكوال 0 طلعت الاكس ب 6، ولما عوضنا عن الواي كانت ايكوال 1 يبقى طلعت الاكس ب 4، ولما طلعنا قلنا ان الاكس هي اللي بايكوال 0 يبقى الواي طلعت ب 3. حطيتها في شكل جدول كده، وهاخد النقاط دي واحطها في شكل جراف. هعمل اهو ادي المحور الافقي عباره عن الاكس، والمحور الراسي عباره عن الواي. رقمت الاكس عباره عن 0 1 2 3 4 5 6 7، وبرده الواي من 0 ل 7. حاجة أول حاجة لو أنتوا تفتكروا كويس قوي، لو احنا افتكرنا كده لما كانت الواي ايكوال 0 ايكوال 0، يبقى حاجة عند المحور الأفقي دي اللي هي الواي، وحاجة عند النقطة 0 كانت الاكس ايكوال 6. هتحرك على المحور الرأسي الأفقي أهو، هتحرك عليه لحد ما أوصل ل 6 وأعمل نقطة، أدي أول نقطة عندي. ونفس الكلام برضو حاجة عند لما كانت الواي ايكوال 1، يبقى حاجة عند الواي ب 1، همشي على جنبها كده على نفس السطر بتاع الواي ايكوال 1 لحد ما اوصل للنقطه 4 واعمل نقطه. واخر عندي حاجه خالص لما كانت الاكس ب 0، يبقى دي الاكس ب 0، اطلع لحد الواي ايكوال 3 واروح عامل نقطه. بوصل النقاط اللي انا عملتها دي مع بعضها، هيطلع عندي الشكل اللي موجود قدامك، شكل معادله، شكل خط مستقيم، يبقى بالمنظر اللي انت شايفه حضرتك اهو. دي اول نقطة عندنا في بنكمل بعد كده النقطة التانية. هو بيجي يقول لي ان هو هيكون عايز يحدد البي اللي هي سلوب اللي هو الميل من خلال قيمتين للنقاط، ايه هما؟ فبيديني النقطة الاولى عبارة عن رقمين، دايما الرقم الاولاني باكس والرقم التاني هيكون بواي، وبرضو نفس الرقم في القوس الاولاني هديني رقمين، الرقم الاولاني يمثل اكس والرقم التاني يمثل واي. عشان كده هروح جاي قايل ان البي بقانون الواي 2 النقطة التانية للواي ماينس واي 1 اللي هي النقطة التانية للواي ماينس او ديفايدد اكس 2 ماينس اكس 1. هنا دلوقتي هتلاقي انه ده بيوضح الميل بتاع الخط المستقيم، وبالتالي هتلاقي المثال عندي ده بيوضح، بيقول لك كومبيوت سلوب اوف ذا لاين كونكتنج، يبقى انا هو عايز بيقول لي احسب لي الميل بتاع الخط اللي بيوصل ما بين النقطتين دول، النقطه الاولى 2 6 والنقطه الثانيه 4 10. هاخد النقطة الأولى زي ما أنت شايف كده اللي هو الـ 2 والـ 6، وأروح جاي رمز لهم بالرموز بتاعتهم، يبقى الـ 2 والـ 6 همسك أول رقم فيه وأسميه إكس 1، وهمسك الرقم التاني وأسميه واي 1، والنقطة التانية نفس الكلام، همسك النقطة الأولى اللي هي الـ 4 وأسميها إكس 2، والنقطة التانية هنسميها واي 2. طيب، ناخد النقطتين دول ونطبق في نفس القانون اللي إحنا قلناه قبل كده. هنكمل بتاعنا البي ايكوال واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، تعويض مباشر ما فيهوش اي مشكله خالص. احنا عرفنا ان القوس الاولاني سمينا الرقم الاولاني فيه اكس 1 والرقم الثاني واي 1، والقوس الثاني سمينا فيه الرقم الاولاني اكس 2 والرقم الثاني واي 2. يبقى هنا لما نيجي نعوض بنعوض تعويض مباشر جدا، يبقى البي ايكوال هنشيل الواي 2 ونكتب 10، ونشيل الواي 1 ونكتب 6، هنشيل الاكس 2 ونحط 4، ونشيل الاكس 1 ونحط 2، يبقى هيفضل عندي 4 ديفايدد 2 ايكوال 2. يبقى انا عندي دلوقتي معناها ان البي اللي هو السلوب او الميل بتاع الخط المستقيم اتجاهه بيساوي ايكوال 2. لو انا عايز افسره لقيت ان ال 2 اشارتها بوزيتيف، يبقى ده معناه بيقول ايه؟ بيقول ان اي زياده في الواي بنسبه وحدتين يعادله زياده في الاكس بنسبه واحده فقط. النقطه الثانيه
هو بقى بيعمل ايه في الشكل التاني من التمارين؟ هو بيقول لي حدد لي determine an equation، حدد لي المعادلة of line of slope للخطية لما يكون عندي الميل بتاعي او السلوب بتاعي equal positive 1.5 passing through the point 2 and 4. يعني هو مديني هنا البي وطلب مني بيقول لي ان لو الميل ده بيمر على النقطة 2-4 يا ترى شكل المعادلة هيكون عبارة عن ايه. هطلب ان انت دلوقتي يبقى هنا بيانات التمرين بتاعتي، هو مديني البي equal 1.5 ومديني هنا اللي هو نقطة من ضمن النقاط اللي بيمر عليها الخط المستقيم 2.4. يبقى معناه كده ان انا هشيل ال 2 وحط مكانها x1 ونشيل الفور ونحط مكانها الواي ونجيب البي عادي جدا بالقانون بتاعنا y minus y1 على x minus x1. طب ليه النهاردة شلت ما حطتش y2 minus y1 و x2 minus x1؟ هنا لما بيديني نقطة واحدة فقط مش نقطتين، يبقى في الحالة دي بكتب ال y minus y1 وال x minus x1 تعويض مباشر. هيبقى هنا دلوقتي عندي البي هشيلها وحط 1.5 ونحط مكاننا y minus y1 يبقى 4 x minus x1 يبقى تعالى كده نعمل cross multiplication، هنضرب الطرفين في الوسطين يبقى الواي minus 4 تنزل زي ما هي وال 1.5 هتنضرب في كل x minus 2 يبقى هروح جاي قايل 1 minus 1.5 مضروبة في x minus 2. خد بالك انا لسه دلوقتي ضارب ال 1.5 مضروبة في القوس كله اللي هو ال x minus 2، وبالتالي خد بالك من دي كويس قوي ان ال 1.5 هتنضرب في ال x وال 1.5 هتنضرب في النيجاتيف 2. يعني بالتالي خد بالك من الخطوة اللي بعديها، ال y minus 4 equal 1.5 مضروبة في x يبقى ده قوس لوحده، وحنضرب ال 1.5 في minus 2 يبقى احنا هقول minus 1.5 مضروبة في 2. يبقى تعديل للشكل y minus 4 equal 1.5 x minus 3. جبت 3 منين؟ ضربت 1.5 في 2 equal 3 يبقى y minus equal 1.5 x minus 3 plus 4. يبقى هنا جبت منين الفور؟ نقلت الفور بتاعت اللي جنب الواي اللي هي اشارتها نيجاتيف للناحية التانية باشارة موجبة بوزيتيف. يبقى في الحالة دي المعادلة بتاعتي الواي equal 1.5 x plus 1. Another example عندي ده نفس التمرين بالضبط، هو جاي بيقول لي determine an equation of line of slope b. هو مديني b هنا بس هنا إشارة الb negative 2، خد بالك ان الb بالنيجاتيف passing through the point 1 and negative 4. تعويض مباشر هنا برضو هنطلع البيانات اللي انت مديهاني، الb equal negative 2 وهنا في النقطة اللي انت مديهاني هنسق دايما اي نقطة فيها رقمين، الرقم الاولاني هيكون x والرقم التاني y، وادام هي دي عبارة عن نقطة واحدة هنطبق نفس القانون اللي فات من غير y2 و x2. يبقى b equal y minus y1 x minus x1. تعويض مباشر الy تنزل الماينس بتاعت القانون وتنزل زي ما هي، واشيل ال y1 واحط نيجاتيف 4 لان ال y1 هنا باشاره سالبه، ال x تنزل زي ما هي minus x1 هنشيل x1 ونحط 1. يبقى هشيل ال b واحط قيمتها اللي انت مديهاني بنيجاتيف 2 equal y plus. جت منين plus؟ لما هتلاقي ان انا عندي دلوقتي ال y minus وبعديها ماينس، الماينس والماينس يتحولوا كلهم لبوزيتيف يبقى y بلس 4 على x. برضه هنعمل كروس مالتيبليكيشن واروح قايل يبقى ال y بلس 4 تنزل زي ما هي، الماينس 2 مضروبه في القوس كله اللي هو ال x ماينس 1 يبقى ال y بلس 4 ايكوال ماينس 2 x. يبقى الماينس 2 مضروبه في ال x والماينس 2 هتنضرب في نيجاتيف 1 يبقى ماينس 1 في نيجاتيف 2. يبقى هنا عندي الشكل بتاعي يبقى y بلس 4 ايكوال ماينس 2 x. خد بالك ان انا بقول minus 1 times minus 2، minus 1 مضروبة في minus 2 تبقى تديني اشارة بوزيتيف لان احنا عارفين ان الماينس والماينس لما ينضربوا في بعض يدوني بوزيتيف. هنودي بعد كده البوزيتيف 4 للناحية التانية باشارة سالبة يبقى الواي equal minus 2x plus 2 minus 4 يديني شكل المعادلة النهائي الواي equal minus 2
x minus 2. الشكل اللي بعد كده من التمارين هو بيديني نقطتين x1 y1 و x2 y2 وبيطلب مني ان انا اكون نفس المعادلة بتاعتي. هي هي بالظبط حضرتك، هنحط القانون دي قاعدة عامة، الواي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 ايكوال واي 2 ماينس واي 1 واكس 2 ماينس اكس 1. هناخد مثال للتوضيح، يبقى اكزامبل ديترماين ذا ايكويشن اوف ذا ستريت لاين ويتش باس ثرو 5 اند 6 اند 8 5 اند 7 اند 8 اند 13. تعويض مباشر، الواي والاكس ما بحط لهمش اي قيمه. خد بالك ان احنا هنمسك القيمه الاولى اللي هي 5 and 7 وال8 و13، قلنا النقطه الاولى اللي انا بديها لك هنسميها اول رقم فيها x1 والرقم الثاني x2، وبالتالي ان ال5 في النقطه الاولى هتبقى x1 وال7 في النقطه الاولى هتبقى y1، والنقطه الثانيه نفس الكلام ان ال8 هتكون x2 وال13 هتبقى y2. تعويض مباشر، نفس القانون اللي احنا قلناه اكيد حفظناه دلوقتي، ال y minus y1 على x minus x1 equal y2 minus y1 على x2 minus x1. تعويض مباشر، ال y وال x هينزلوا زي ما هما، وهنعوض بال y1 وال y2 وال x1 وال x2. هنشيل ال y1 ونحط 7 ونشيل x1 ونحط 5، وبعد كده الشكل الثاني اللي هو بعد ال equal 13 minus 7 على 8. طيب هنا هنيجي نبص بقى بعد تعويض عشان نرتب الجدول او نرتب الارقام، يبقى y minus 7 ده مش هينفع يطرحه طبعا، x minus 5 مش هينفع يطرحه، لكن هنا الناتج بتاعنا هيكون 6 divided 3. لما اقسم 6 divided 3 equal 2، يبقى y minus 7 على x minus 5 equal 2. هنعمل برضو نفس الكلام كروس مالتيبليكيشن، ال y minus 7 بتنزل زي ما هي لانها ما بتنضربش في حاجه، لان مقام ال y 1 مقام ال 2 1، ويبقى y minus 7 equal ال 2 هتنضرب في كل ال x minus 5. اوعى تنسى ودايما تحطها في قوس، يبقى لما باجي اي اضرب رقم في المقام او في البسط بحط المقام او البسط بتاعي في شكل قوس عشان ما انساش. يبقى 2 مضروبه في ال x minus 5، لما اقول 2 مضروبه في براكت بيبدا ب x minus 5، يبقى ال 2 مضروبه في ال x ومضروبه برضو في النيجاتيف 5. يبقى ال y minus 7 equal ال 2 في ال x تبقى 2x، وال2 في نيجاتيف 5 تبقى نيجاتيف 10، يبقى y equal 2x minus 10 plus 7. يبقى اوضب او اختزل الارقام شويه، يبقى وصلت المعادله بتاعتي ال y minus 3. نفس المثال تقريبا هو هو، بس هنا جاي بيقول لي برضو نغير النقطتين، determine حدد يعني او كون او حدد the equation of the straight line which pass through، يعني حدد المعادلة الخطية اللي بتمر بالرقمين او بتمر من خلال الرقم الاولاني 1 4 والرقم الثاني 3 7. هنتفق مع بعض برضو زي ما قلناها كذا مرة، النقطة الأولى فيها رقمين، الرقم الأولاني يمثل X والرقم الثاني يمثل Y، وبالتالي عشان هي نقطة رقم النقطة الأولى، فيبقى الرقم الأولاني بتاعها هيبقى X1 والرقم الثاني Y1، والقوس الثاني بقول القوس الثاني القوس الثاني، يبقى الرقمين يبقوا تاخدوا رقم 2، يبقى الثلاثة او 3 تاخد x2 وال7 تاخد y2. هنعوض بنفس القانون بتاعنا، y minus y1 على x minus x1 equal y2 minus y1 على x2 minus x1. تعويض مباشر، يبقى ال y وال x ما بعوضهمش بينزلوا زي ما هم، هنشيل ال y1 ونحط مكانها 4، ونشيل ال x1 ونحط مكانها 1، ونشيل بعد كده نعوض عن y2 minus y1 تبقى 7 minus 4 الرقمين التاني في كل قوس، على x2 minus x1 يعني الرقمين الاولانيين في كل قوس يبقى 3 minus 1. معنى كده x y minus 4 على x minus 1 equal 3 divided 2، y minus 4 على x minus 1 equal 1 and a half،
1.5 يبقى هنضرب كروس مالتيبليكيشن، يبقى الواي ماينس 4 تنزل زي ما هي، وال 1.5 مضروبه في كل المقام بتاع اللي هو الاكس ماينس 1. وبقولها كده ما تنساش تحط فينا قوس عشان هنضرب ال 1.5 في الرقمين، تنضرب في الاكس وتنضرب في نيجاتيف 1. يبقى واي ماينس 4 ايكوال 1.5 في الاكس، وال 1.5 في نيجاتيف 1 يبقى باي 1.5 في 1 يبقى هتنضرب تبقى 1.5. وهنا هنودي النيجاتيف 4 الناحيه الثانيه باشاره بوزيتيف واعوض على المعادله، يطلع واي ايكوال 1.5 اكس بلس 2.5. يبقى هنا ده الجزء بتاعنا اللي احنا بنقوله. اللي انا عايز اقوله ايه، ان التمارين بتاعتنا هتتقسم للاشكال الاتيه، اما ان انا ادي لك معادله ايكويشن فيها الاكس والواي واطلب منك ان انت تعمل لي جراف ليها ترسمها من خلال محور الاكس والواي، وبالتالي احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنمشيها بكذا خطوه. الخطوه الاولى ان انا بعوض عن الواي بزيرو ونطلع قيمه الاكس، والخطوه الثانيه بعوض عن الواي ايكوال 1 واطلع قيمه الاكس، وبعد كده بنعوض عن الاكس المره دي هي اللي بزيرو ونطلع قيمه الواي ونرسمها في شكل ثلاث نقاط ونتصل بيهم بتاخد شكل خط مستقيم. الحاله الثانيه ان احنا بنطلب من حضرتك ان انا بدي لك قيمتين، قيمتين واي 1 واكس 1 واي 2 اكس 2، ونطلب من حضرتك ان انت تجيب لي البي. والنوع الثالث من المسائل ان انا بدي لك البي ومعاه نقطه، وانت في الحاله دي بتجيب لي الايكويشن كامله، او ان انا بدي لك نقطتين ومن خلال النقطتين بتجيب اللي هي المعادله كامله. هيكون عباره عن حاجه انت تعملها بنفسك كده، دو ات يور سيلف. يبقى ده كانه هوم ورك لحضرتك. هنعمل اول معادله او اول تمرين، هترسم اللي هو اللينير ايكويشن جراف للمعادله 2x plus 3y equal 12. وبعد كده هنا في تاني بيقول لك اوجد لي الميل اللي هو البي سلوب، جاي بيديني من نقطتين 2 5 and 1 8، وفي الاخر بيديني الحاله الثالثه ان هو مديني البي اللي هو السلوب جاهز، ومديني نقطه واحده اللي هي اكس 1 واي 1، وحضرتك تجيب لي الايكويشن كامله. شكرا جدا، ونشوفكم في المحاضره القادمه ان شاء الله.